إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. في بيتنا تليفون. ما انت لازم تتصرف يا عمار. وانا يعني هعمل ايه؟ اضرب الارض تطلع بطيخ؟ ما انا طالب نقل التليفون بتاعنا من يوم ما عزلنا هنا. اذا كانوا مش عارفين ينقلوه ننقله احنا بالعربيه بتاعتنا. يا بنتي كل تليفون لازم له خط، لكن للاسف ما فيش خطوط فاضيه في المنطقه دي، بس وعدوني وعد شرف ان اول ما يفضى خط هينقلوا التليفون على طول. من امتى الكلام ده؟ من 5 سنين. مش عارفه اكلم صحباتي خالص، كلهم بيكلموا بعض عشان عندهم تليفونات ما عدا انا. وانا مدرس رياضه متفق ويايا ان يقول لنا على ميعاد الحصه الخصوصي بالتليفون يوم بيوم، فبضطر انزل اكلمه من بره كل يوم عشان اعرف الميعاد. وغير كده اصحابي دايما بيسالوه ويحلوا معاه المسائل بالتليفون الا انا. هو انا اللي مشكلتي بقت مشكله؟ ايه عندك دروس انت الاخرى؟ لا عندي مشاوير ضروريه وزيارات ومشتروات للبيت، ومعظمها كنت بخلصها بالتليفون، لكن دلوقتي لازم انزل اعملها بنفسي في وسط الزحام والمرار اللي بنشوفه في الشوارع. حالنا واقف كلنا، عملنا معطل. اعمالكم امال انا اقول ايه؟ ما عنديش تليفون في البيت، وتليفون المكتب اللي كنت بعتمد عليه عطلان بقاله سنتين. عطلان ازاي يا عمار؟ انت مش قلت لي انه اشتغل الاسبوع اللي فات؟ ايوه يا ستي اشتغل، لكن بيشتغل بعد الظهر بس، يعني بعد ما اقفل المكتب واروح. طب والصبح؟ ما بيجيش خالص، الظهر بيقلب عيشه في حته تانية. اسمع يا عمار، المشكله دي ملهاش غير حل واحد. عارفه عارفه عارفه، وبفكر في نفس اللي بتفكري فيه، التليفون الفوري. صح. ايه يعني 1000 جنيه؟ ما احنا بنصرف كتير، ومكتوب في الجرايد النهارده انهم هيقبلوا طلبات جديده من يوم السبت. خلاص خلاص يا ستي، انا هتكل على الله واشتري التليفون ابو 1000 جنيه ده. عمار مالك يا عمار؟ تعبت هلكت. ليه؟ الطابور كان طويل قوي، وقفت فيه 6 ساعات انه يتحرك ما يتحركش. وبعدين بتوع السندوتشات والكازوزة ابتدوا يتلموا على الطابور ويبيعوا للناس اللي ماتت من الجوع والعطش. لدرجاتي؟ امال ايه، ده في واحد انتهز الفرصة وفتح قهوة جنب الطابور. قهوة؟ وقعدت اشرب شيشة لحد ما يجي دوري. احسن حاجة عملتها. وفين وفين على ما وصلت للشباك بصيت لقيت الراجل بيقول لي اسف الكمية اللي عندنا خلصت. يعني تعبك راح على الفاضي يا عمار. لا ما هو قال لي انه هيجي لهم بكره كميه كبيره قوي، بس بلدي. بلدي؟ هو في تليفونات بلدي وتليفونات افرنجي؟ تليفونات ايه يا فردوس؟ فراخ فراخ بلدي. ايه؟ اتاريني وقفت في طابور غلط. طب والطابور بتاع التليفونات؟ قد الطابور ده 10 مرات. اتاري مش احنا بس اللي عندنا 1000 جنيه، دي الناس كلها مدكنا بلاوي. اسمع اديني الفلوس وانا بقى اللي هتصرف. هتعملي ايه؟ هروح بالليل قلبت جنب شباك حجز التليفونات ده لحد ما يفتح الصبح. يظهر مفيش غير كده. استني بقى لما اجيب غطا معانا ولا حاجه، وبرضه ناخد عمود اكل وهدوم للنوم احتياطي. اقول لك استني لما احضر الشنطه. اتفضل يا سيد. ايه ده؟ ده الايصال بتاع ال 100 جنيه اللي دفعتهم للتليفون. وانا كنت فاكرة انهم هياخدوا 1000 جنيه، يكونوش رخصوه وعملوه بمية جنيه ناخد 10 تليفونات. انت بتخرفي، المية جنيه دول عربون بس، والباقي عند التعاقد. اللي بعده اتفضل يا استاذ. ولو سمحت ايه الخطوة اللي بعد كده ان شاء الله؟ هنبعت لسيادتك الجواب. امتى؟ فورا. طبعا ما هو تليفون فوري. بابا بابا. ايه في ايه يا نيفين؟ في جواب لحضرتك. وريني. اللهم اجعله خير. الله ده من المصلحة عشان تليفون. ايه
هي عمار فرحني. افرحي يا فردوس افرحي، ارجعوا بنفسك اهو، دول حتى كاتبين رقم التليفون كمان. فين فين فين؟ اهو 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 157811. بس مش غريبة ان النمرة تبتدي ب 157؟ مفيش حاجة غريبة على ابو الف. خلاص هيبقى في بيتنا تليفون. رقم التليفون ايه يا استاذ؟ ده رقم الاخطار الهندسي، لكن رقم السنترال هنبقى نبعت لك بيه بعدين. امتى؟ فورا. واحد جاب التلغراف ده يا بابا. وريني يا سامح. خير اللهم اجعله خير. ده من التليفونات. صحيح. بيقول لي احضر فورا للتعاقد. ادي الهمه ولا بلاش. طبعا، واهم حاجه انه كله فورا فورا. دول كاتبين كمان نمره التليفون اهي. كام يا بابا؟ 500 520. الله، نمره حلوه قوي. فيها مزيكا. هقول لاصحابي كلهم عليه. وانا كمان هديها لسمان بيه فورا. ليه؟ اصله مسافر ايطاليا قريب، فهخليه يديها لشركه سريلا هناك. الشركه بتاعت قطع الغيار. ايوه، عشان المندوب بتاعهم يعرف يتصل بي اول ما يوصل مصر. اصل كنت مديهم نمره المكتب على امل انها تتصلح، وهي ما صلحتش. انا نازل امضي العقد فورا. تحب سيادتك بقى بيه نركب العده فين؟ هنا في الهول، مش كده يا فردوس؟ لا طبعا، انت عاوز كل ما يرن نيجي نجري من جوه، نحط في اوضه من الاوض الجوانيه احسن. صح، في اوضتي انا. يا سلام، وليه ما يكونش في اوضتي انا؟ يوه بس، لا هنا ولا هنا، احنا هنركبه في المدخل، وهخلي مهندس الديكور يعمل له حته موبيليا جميله حواليه. في المدخل؟ ايوه، عشان يبقى مصره للناظرين. خلاص يا بيه، ده اخر كلام. ايوه يا عبد الحليم. يلا يا اخواننا نركب الفيشه هنا. تشربوا شاي بقى. ما احنا لسه شاربين يا بيه. وماله تشربوا تاني؟ دول عشرة. اعملي عشرة شاي. يا سلام، اخيرا بقى في بيتنا تليفون. وريني كده. الله، ايه ده يا عبد الحليم؟ ده مفيش حرارة. ما هو طبعا يا بيه، احنا النهاردة وصلنا السلك وركبنا العدة بس، وبعدين هما في السنترال بقى يمدولك الحرارة. امتى؟ فورا. وانت مسافر امتى يا سليمان بيه؟ بعد بكره ان شاء الله، وهكون في نابولي تاني يوم على طول. طيب خد الورقه دي، فيها عنوان وتليفون شركه ساريلا، وده رقم تليفون الجديد. ابو 1000 جنيه يا سليمان بيه. 500 520. ها، اعمل معروف تديهم الرقم اول ما توصل على طول، عشان المندوب بتاعهم يعرف يتصل بيا لما يجي مصر. من عينيا يا عمار بيه. اوعى تنسى لحسن، دي صفقه تهمني جدا. يا راجل ما تخافش. مع الف سلامه. يا استاذ، انتوا قلتولي ان الحراره هتيجي فورا، وهو فات اسبوعين لحد دلوقتي. معلش يا سيدي، اصل الطلبات كتيره قوي، اول الشهر ان شاء الله. طب ما قلتوش كده ليه من الاول يا استاذ؟ وانت خسران ايه؟ الاشتراك السنوي مش هيبقى ساري المفعول غير من يوم دخول الحرارة. يا فرحتي يا سيدي، انا ما يهمنيش الوفر اللي حوفره في الاشتراك السنوي ده، كله 18 جنيه، انما انا كل يوم بيفوت عليا من غير تليفون بيفرق معايا كتير قوي في شغلي. يا سيدي ما تحبكهاش قوي كده، ده فاضل 6 ايام على اول الشهر ويجي فورا. امري لله. حليم، عبد حليم. اهلا اهلا سعاده البيه. كويس ان لقيتك، انت الوحيد اللي هتحل لي المشكله دي. بقى معقول ده يا عبد الورد؟ قالوا لي اول الشهر هتجيلك الحراره، وبعدين فات شهرين اهو والتليفون عندنا عباره عن حته طوبه. الصبر يا عمار بيه، اصلهم مش عاوزين يدولك خط كارير من الجديد، بيدوروا لك على خط اصلي وده احسن. انت شايف كده؟ طبعا يا بيه. طب امتى بس؟ فورا. 6 اشهر، 6 اشهر واحنا قاعدين نتفرج بس على البجم اللي ما بينطقش وعامل زي قرد قطع ده. خساره في جدته الدكور اللي عملناه له ده. بس دول قالوا فورا. ما هو فورا يعني 6 اشهر، في الحال يعني سنه. بابا بابا. ايه؟ البواب جاب لك الجواب ده. هاتي ده من المصلحه. عشان التليفون؟ ايوه. يلا لازم بقى، عاوزين يعتذروا لك على التاخير ده. دول عاوزين اروح لهم ضروري، يبقوا عايزينك عشان يعتذروا لك شخصيا. يا ما انت كريم يا رب، انزل لهم فورا. انا جيت بناء على الجواب اللي بعته لي ده. خير؟ كان لازم سيادتك تيجي من زمان،
فلما ما جيتش اضطرينا نقطع الحرارة. تقطعوا الحرارة؟ عن ايه؟ عن التليفون بتاع سيادتك. عاوز تقول انكم قطعتوا الحرارة اللي كانت في التليفون بتاعي؟ ايوه ايوه، تليفون رقم 500 520. ايوه. مرة واحدة كده؟ طب ليه الإجراء العنيف ده؟ لأن عليك فاتورة ما اندفعتش. فاتورة إيه؟ مكالمات زيادة. إيه؟ بقول فاتورة مكالمات زيادة. عاوز تقول إن عندي مكالمات زيادة؟ أوه. وبعدين بقى، هو كل واحد تجيله فاتورة مكالمات زيادة يوم يحصل له حاجة كده؟ كله لازم يعترض ويحتج ويناقش؟ يا أستاذ الكمبيوتر ما بيغلطش. انا مش زعلان عشان فاتوره المكالمات الزياده، انا زعلان بس عشان قطعت الحراره. ما هو طبيعي اننا نقطعها ما دام ما دفعتش اللي عليك. ايوه بس المفروض انكم تبلغوني ان عليا فلوس قبل ما تقطعوا الحراره. النظام دلوقتي ان سيادتك اللي تيجي تسال وتدفع. ارجوك اتفضل بقى ادفع المكالمات الزياده وعشرة جنيه غرام التاخير كمان. ياه خلصني بقى يا حضرت. حاضر حاضر، بس عندي سؤال اخير. اوف اوف اوف، اللهم طولك يا روح. اللي افهمه ان الحراره دي عشان تتقطع من التليفون فلازم تكون موجوده الاول في التليفون، لكن ازاي تقطعوا حاجه مقطوعه؟ مش فاهم. يعني التليفون ده اصلا ما فيهوش حراره يا سيدي. الاعطال دي بتبقى مؤقته واحنا ما لناش دخل بيها. يا استاذ ده مش عطلان، ده ما فيش حراره من يوم موعيت عليه. ده مش شغلي. الحسابات بعتلنا ان عليك مكالمات زياده وطلبت سحب الخط. ده غلط غلط. يعني ايه يعني ايه؟ اصدقك انت واكدب الحسابات؟ يوه في المدير بتاعكم. سيادتك تدفع الاول وبعدين تتظلم. ادفع ازاي يا بني ادم؟ اذا كنت بقول لك ان التليفون ده ما عارفش الحراره من يوم ما جه، 6 أشهر وهو متلج، 6 أشهر واحنا في بيتنا قتيل، 6 أشهر وانتوا تقولي فورا 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 لما فورته دمي. مش جاي منه الكلام ده يا استاذ، انا قدامي اوراق وفواتير لازم تتسدد والا هنضطر اسفين لفسخ العقد. وانا موافق، رجعوا لي فلوسي. بس هنخصم مستحقاتنا. وانا بحملك مسؤوليه اي مليم تخصمه. إيه؟ وفوق كده هطالبك بتعويض عن الشهور اللي راحت بدون ما تنفذ التزاماتك. اديني ورقه، اديني ورقه اكتب فيها الكلام ده كله واطلب فسخ العقد. انت متاكد انك عاوز تفسخ العقد فورا؟ ليه عملت كده بس يا عمار؟ نرفزوني فما طقتش بقى. يا خساره، يعني هيجوا يشيل التليفون؟ حرام، ده كان نفعنا. نفعنا نفعنا في ايه انت الاخرى؟ كنت بتقل بالورق عشان ما يطيرهوش الهواء وانا برس. ايه ده ايه ده؟ التليفون راني نطق. طب ما ترد يا عمار. لا لا لا، سيبيني استمتع بالصدفة شوية. سيبيه سيبيه. يا سلام، دي أجمل أغنية سمعتها من 6 أشهر. أرد أنا يا بابا؟ لا لا استني. ألو ألو، التليفون كويس؟ أيوة كويس كويس قوي. أمال إيه حكاية الشكوى اللي أنت مقدمها دي وبتقول فيها إني مفيش حرارة؟ يا سيدي أنا آسف، خلاص سحبتها. هو أنت عاوزين تتكلموا وخلاص؟ مش قصدي يا فندم. ما هي أصلي موضة دلوقتي شكاوى التليفونات. يا سيدي حرمت حقك عليا، ابعت لي راسك ابوسها. الو الو، قفل السكه. المهم ان الحراره جت. الحمد لله. في بيتنا تليفون. انا بقى لازم اروح المصلحه فورا. تاني مرة بقى تبقى تتأكد من معلوماتك كويس قبل ما تندفع وتقول كلام ما انتش قده. حاضر، مش هعملها تاني. احنا ما بنخافش من التهديدات الجوفاء دي يا استاذ. ما هو واضح طبعا، بس ما كانش قصدي تهديد ولا حاجة. انت برضو هتاخد على كلام واحد زيي. على العموم انا مستعد للطردية اللي سيادتك تشوفها. واول حاجة هعملها هي ان هسحب الورقة اللي طلبت فيها فسخ العقد. ورقتك اهي. انا مرضتش اقدمها لاني اشفقت عليك من نتيجة تقديمها. يا سلام، قلبك كبير بشكل. طب نقطع الورقة دي بقى كده، يبقى العقد ماشي مش كده؟ أيوة، أمرنا لله. فردوس فردوس. إيه؟ الحمد لله لحقته على آخر لحظة قبل ما يفسخ العقد. في بيتنا تليفون. فرحتنا بيه. الله، مالك؟ يعني ايه ده نيفين، بتعيطي ليه بقى؟ ده معقول ده يا ناس؟ الله، ايه اللي حصل؟ فهموني. الحراره هربت من التليفون تاني. هربت ازاي ده؟
ومن ساعتها وهم قلبينها مناحة. وريني كده. ايه ده؟ مفيش فعلا. رجع حط الطوبة تاني. ده ما كملش يوم واحد. انا عاوز افهم بقى، انتوا بتلعبوني ليه؟ ازاي ده يا استاذ عمار؟ في عقد يبقى مفيش حرارة، نفسخ العقد تيجي الحرارة، نرجع العقد تسحبوا الحرارة. كلام ايه ده؟ ده اللي حصل. انا هكتب معاكم دلوقتي عقد نتفق فيه على فسخ العقد عشان اضمن ان الحرارة تفضل موجودة. اهدى بس، لازم فيه خطأ حصل، انا هحقق في الموضوع ده. امتى؟ ولا بلاش بلاش، ما انا عارف هتقول ايه. فورا. الحمد لله على السلامة يا سليمان بيه. وصلت امتى؟ النهاردة الصبح بس، وطول مدة الرحلة كنت قاعد في نابولي. عظيم. اتصلت بشركة ساريلا، طمني. اطمنك ايه يا عمار بيه، انتوا كنتوا مسافرين ولا ايه؟ ليه المندوب بتاعهم وصل مصر وكان بيتصل بيك يوميا ومحدش بيرد. ايه؟ طبعا، لحد ما رجعوا نابولي وانا هناك وبلغ الشركة بالحكاية دي. ده اللي انا كنت خايف منه. التليفون ما دخلتوش حراره لغايه النهارده. ايه ليه بس ما اديتوش العنوان اضمن؟ عموما انا نفذت اللي انت طلبته مني، وعلى فرض اني معاه العنوان فبرضه اشك انه كان هيروح لك. الناس اللي زي دول يا عمار بيه ما عندهمش وقت يضيعوه في المشاوير والبحث عن مواصله وزحمه الشوارع، وخصوصا اذا تهفتوا عليه عملاء تانيين وراحوا له لحد عنده في اللوكاندا. تفتكر حصل كده؟ ايوه يا سيدي، وخلص معاهم واتفق ورجع بلده. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هم السبب. مين دول؟ المصلحه. صفقه زي دي كان هيجيلي منها قال له 10000 جنيه. اه، عوضك على الله يا عمار بيه. الله 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 الله، ما بيرن اهو. ده على وشك بس. الو الو، استاذ عمار، التليفون كويس؟ زي ما انت شايف اهو، بس على الله يفضل كده. لا اطمن، انا تابعت الموضوع بنفسي وان شاء الله الخط هيفضل سليم على طول. بعد ايه؟ بعد ايه؟ ولا يهمك يا عمار، ما دام مالكش اسم في الصفقه دي خلاص. لا لسه عندي امل برضو، بس المهم اني اعرف الاول الاسعار اللي اتعرضت عليهم شكلها ايه. انا حطه بسليمان. الو الو، ده مكتب سليمان بيه يا شطره؟ ما فيش هنا حد بالاسم ده. طيب زهر، انا طلبت النمره غلط. الو الو، تاني. اسمعي يا شطره. نعم. ممكن ترفعي سماعه التليفون؟ سماعه ايه؟ سماعه التليفون بتاعكم. بس احنا ما عندناش تليفون. وبعدين بقى، امال ايه اللي بتتكلمي منه ده؟ ده تليفون الجيران. ولا ناقصك انت الاخرى. الو الو، التليفون كويس؟ ايوه، بس بيجمع النمر غلط. تقريبا من عدة، هنبعت لك واحد يشوفها. الرحمن الرحيم. الو سليمان بيه؟ انا سليمان. اخيرا عرفت اكلمك. انا عمار يا سليمان بيه، اصل بقالي يومين بطلبك ونمرتك مش راضي تتعلق معايا ابدا. النهارده بس جه واحد صلح العده. امر يا عمار بيه. الو، سمعاني يا ولفت؟ بقول ايه يا سليمان بيه؟ الظاهر في ناس دخلوا في الخط. ازاي هاني النهارده؟ زي ما هو، والدكتور قال انه ما يتحركش من السرير خالص. مين اللي بيتكلموا عندك دول؟ عندي انا؟ دول عندك انت. عندي ده ايه؟ انت هتوديني في داهية؟ اقفلوا السكة من فضلكم، عاوزين نتكلم. المفروض ان انتوا اللي تقفلوا عشان احنا اللي كنا بنتكلم الاول. يا ستي ده شغل. ولو برضو ما يصحش تتصنطوا على كلام الناس. احنا اللي بنتصنط ولا انتوا؟ عيب كده. لا ما تسأليش فيهم يا ألفت يا حبيبتي. المهم انا كنت عايزة اقولك ايه. ايوة يا ستي، اوعي تخلي هاني يعمل مجهود، بس السفرة دي عايزة راحة تامة. ما هو الدكتور قال كده برضو. ايه رأيك يا سليمان بيه لو ابعت تيليكس لشركة ساريلا اتفق معهم على صفقة غيرها؟ صفقة ايه؟ وتديله حاجات حلوة باستمرار. عارفة يا ألفة تأكليه ايه؟ كاوتش. كاوتش؟ انت عاوز تموت الولد ولا ايه؟ يا ستي انا بتكلم مع الراجل.
بلاش كاوتش خالص. امال اديله ايه؟ زيت ديزل. انت اتجننت؟ ده ناقص في السوق. امال هتستورد ايه؟ بونبوني، شوكولاتة، عنب، فواكه، كلها حاجات حلوة. بس المهم الاسعار شكلها ايه؟ الاسعار مش مهمة في حالة زي دي بقى. مش مهمة ازاي بقى؟ ما لازم اعرف عشان اقرر السعر اللي هعرضه. يا استاذ انا مش بكلمك انت. الله، اوه، وانا بقول على الكاوتش. انا ممكن اعرف لك الاسعار دي من الشركة في نابولي. بس الحمد لله ان انا اطمنت على هاني. اوف، الحمد لله. اقوم يظهر حينه المكالمة. بقولك ايه يا عفت، ده انا كنت هطلبك عشان اسألك في حاجة. كويس انك اتكلمتي. اسألي يا حبيبتي. دقية البامية. اخ، دول فتحوا موضوع تاني، طبق اليوم. على العموم انا ممكن في الحالة دي اعرض عليهم سعر اعلى من الموردين التانيين. هو لازم لحمضاني عشان دقية البامية؟ ولو ربنا وفقني معاهم هتفق على مشروع جديد خالص. هتستورد منهم ايه؟ بامية. ايه؟ يوه، ما كفاية بامية بقى يا ستين توهية. الو، التليفون كويس؟ زفت. الو، مين؟ الو، لوستا خيشه. خيشه؟ انت عاوز من بلاكاه؟ البناء اتسند التاني، والمعلم بيقول لك ان ما كنتش تيجي حالا هو هيجي لك ويطربها على دماغك. ان شاء الله تطرب على دماغك انت والمعلم بتاعك. انت جننت يا استاذ خيشه؟ برضه هيقول لي خيشه يا ابني. انا مش خيشه. امال انت مين؟ معشة جلدا. انت مالك انت؟ انا مش سالتك في الاول انت عاوز نمره كام؟ وهي دي بلافيا، نمره كام؟ وانت مالك انت؟ الو، التليفون كويس؟ هينقصني. الو، صباح الخير يا نفيسة. نفيسة؟ وانا صوتي برضو صوت نفيسة؟ عندك حق، نفيسة صوتها اتخن من كده. يا ناس، يا فردوس، فردوس. في ايه؟ في ايه يا عمار؟ تعالي رد انتي على الولية دي لحسن هشتمها. ودي ست مهما كان. هي مين دي؟ الحقنة اللي تليفونها شابك معانا دي. عفت هانم. وانت عرفت اسمها منين؟ هات هات هات. اتفضلي. الو، صباح الخير يا فردوس هانم. مال عمار بيه عصب النهارده كده؟ معلش، اصله لسه ما شربش القهوه. على فكره، انت امبارح قفلتي السكه ونسيتي تديني عنوان الراجل بتاع البن اللي حكيتي لي عنه. الو، عفت. الله، الفت، انت دخلتي في الخط ازاي؟ ما اعرفش، انا رفعت السماعه وضربت نمرتك، بصيت لقيتك معايا على الخط من غير ما اسمع جرس. بتتكلمي مع مين؟ دي مدام فردوس. صحيح، والنبي، طب كملي لي بقى دقية البامية يا مدام فردوس. شوف يا ستي، بعد ما تقمعي البامية أراتيس أراتيس، تفرمي اللحمة الضاني وتعصجيها في شوية سمن، وتبشري البصلة وشوية توم وحبة فلفل، وبعد ما تتحمر تروحي بقى ايه طشها بالقوطة. بس فيه ناس بيحمروا البامية لوحدها الأول. ده على حسب ما جوزك بيحبها بقى. وبعدين وممكن كمان تفرمي فلفل اخضر مع اللحمه الضاني، وبعدين بقى بعد ما تتحمر تحطي معاها شويه كزبره وشويه توم مع الصلصه، تروحي رشه بقى الصلصه كلها دي على بعضها فوق الباميه، وتحطيها على نار هاديه. بس انت متاكده انه بالطريقه دي مش هيبان طعم اللحمه الضاني؟ اصل انا جوزي ما بياكلش الضاني. ما انا طول عمري بعملها كده، لا يمكن يفرقها عن الكندوز. يا بنتي الايه بقى، طول السنين دي كلها بتاكليني ضاني وانا مش دريان. طب والفلفل اللي نفرمه مع اللحمه بقى، فلفل حامي ولا رومي؟ ايه ده، مين اللي بتتكلم دي؟ انت يا ألفة؟ لا، مش انا. يظهر واحده دخلت في الخط. ما تاخذونيش، أصلي رفعت السماعة، سمعت وصفة الدقية دي، افتكرت إنه الراديو، قعدت أكتبها بسرعة. أنا ما عرفتكوش بنفسي، أنا اسمي ميربت، وأنا ألفت، وأنا بقى عفت، وأنا بقول نعمله نادي بقى. ألو، أفتكر التليفون كويس.
الو يا عمار بيه، انا بعت لشركة ساريلا في نابولي. لا طب وانا جوز ايه اللي هيوديه هناك؟ معلش ده فرح ابن اخوه برضه. فرح يا ست انتي، ارجوكي في السكة يا ست انتي وهي لحد ما نخلص، ارجوكي. روق دمك يا سيمان بيه. الو صباح الخير يا عفة هانم، يا ترى الباشمهندس روح امتى امبارح؟ السهرة مدت للصبح. وزي اسم النبي حرصه هاني يا ست ألفت. بيسأل عليك دايما والله. المهم انه خف الحمد لله ونزل من السرير. ايوه يا سليمان بيه، الشركة بتفضل انك انت اللي سافر لهم يا عمار بيه. يعني محد سمع صوت مرفت هانم النهاردة؟ اسافر لهم مفيش مانع. وفردوس يا دوب صبحت عليا ودخلت المطبخ. على العموم هم هيبعتولك دعوة. ألو علوان بيه؟ يوه في صوت غريب دخل معانا، مين اللي بيتكلم؟ مش دي شركة الأسلاك؟ قصدك شركة الأسلاك الضربة؟ لا ده احنا هنا النادي. نادي؟ نادي ايه؟ نادي المستمعون العرب، تحب تشترك؟ وايه شروط العضوية؟ لا أبدا، بس يكون عندك تليفون فيه انفتاح. ها موجود، ما هو ده هو اللي بتكلم منه دلوقتي. عظيم، في عضو جديد جانا يا جماعة. أهلا أهلا وسهلا، شرفت النادي. أهلا بيكم، لكن إيه أهداف النادي ده؟ علاوة على إنه بيعمل على التقارب والتآلف بين المواطنين، فبيقدم لهم كمان خدمات. زي إيه من فضلك؟ كل عضو فينا بيكتب عنده أرقام تليفونات باقي الأعضاء، فإذا رن عنده تليفون بطريق الغلط فبيتلقى هو الرسالة بالنيابة عن العضو المطلوب ويبلغها له بعد كده، طالما ان نمرته ما بتعلقش مع نمرة اللي طلبه. فكرة هايلة، تحافظ على مصالح الاعضاء. وفوق كده كمان بنعمل حفلات ورحلات للاعضاء، وعندنا جمعية استهلاكية، ولسه كمان بنكون جمعية تعاونية للاسكان، ده غير التأمين والمعاش اللي هيقبضه العضو فيما بعد. امتى يعني؟ لما التليفون بتاعه يعتزل الخدمة نهائيا. انا اتشرف بالانضمام لنادي المستمعون العرب. اهلا وسهلا، شرفت النادي. الو التليفون كويس؟ ايوه كويس. كويس قوي، بس اطلع انت منها، كملوا الاجتماع بتاعكم يا اخوانا. وفي نابولي هتقدر تتفاهم معاهم احسن. جاي 5 صباحا وعاوزنا، ما انا لازم اعوض الصفقه اللي راحت مني دي. منهم فعلا. على العموم انا بقترح ان يكون في اشتراك رمزي للنادي. يا عمار هو النادي ابتدى بدري النهارده ولا ايه؟ في بيتنا جمعيه عموميه. مش معقول. اشترك في التمثيل حسن عبدين، خيرية أحمد، حسن حسني، إنعام سلوسة، عزيزة راشد، سمير عزيز، محمود السيد، عزة عبد الجواد، نوال البطوطي، صلاح عفيفي، وعبد المنعم عوف، والأطفال إيهاب خليل، منى محمود. التسجيل والمونتاج إبراهيم أحمد. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم
مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. حمى الثانوية العامة. ما انت زيك زي غيرك، هو انت اول ولا اخر واحد يطلع على المعاش؟ لا يا سميحة، لا انا حاجة تانية. وانت ما عندكيش فكرة عن جوزك ولا ايه؟ ما تقولش كده يا ناجي. ناجي بيه؟ انا ناجي بيه سراج. الوزارة ما تقدرش يستغنى عني ابدا. دلوقتي يجي الاستاذ أمر كمال مدير مكتبي و... قصدك اللي كان مدير مكتبي؟ وسيظل مدير مكتبي، لاني متأكد انهم حيمدولي سنتين في سنتين وهكذا. ما هم مجتمعين النهاردة في الوزارة عشان الموضوع ده. دلوقتي يجي أمر ومعاه الخبر اليقين. انا مش فاهمة انت حاطط اهمية كبيرة قوي على الحكاية دي ليه؟ ما انت هتقبض مرتبك برضو وانت في البيت. واقعد من غير شغل. الله، ما انت ياما اشتغلت لهم يا ناجي بيه. 40 سنة وانت 8 صباحا تكون في مكتبك. ايوة، كانوا بيظبطوا الساعة على وجودي. تقعد تشتغل وتدح لحد ما تيجي الساعة 2، ما فيش يوم خرجت 2 الا دقيقة. 6 ساعات، يعني 6 ساعات ده حق الدولة. 40 سنة ما خدتش فيهم يوم واحد اجازة اعتيادي عشان نتفسح فيه. حالتي العمل لا تسمح. ده حتى ولا يوم واحد عرضي للطوارئ. عندي يوم الجمعة كنت بخصصه للطوارئ. 40 سنة وما خدتش فيهم يوم واحد اجازة مرضي. العيا كنت بأجله الاجازات الرسمية. فيه موظف بيعمل كده يا ناجي بيه؟ لا طبعا، لاني زي ما قلتلك انا حاجة تانية. انا ناجي بيه سراج، محور عمل ونشاط الوزارة كله. انا ناجي بيه سراج اللي كنت بهز الوزارة هز. ما هو كمان 40 سنة وانت متجوز عليا الوزارة دي وانا ساكتة. كفاية بقى. بتضحك على ايه؟ على اللي في الوزارة. زمانهم محتاسين مش عارفين يعملوا حاجة ابدا. دي هتبقى فضيحة. صعبانين عليا بشكل. يعني الشغل متوقف خالص في الوزارة دلوقتي؟ طبعا، لاني كنت لامم الشغل كله في ايدي، وانا الوحيد اللي عارف كل صغيرة وكبيرة فيه. غلابة. طيب. مساء الخير يا سميحة. اهلا يا استاذ انور. اهلا انور، جيت في وقتك. قول لها ان الوزارة وقعت في حيص بيس من اليوم ما قمت انا باجازة المعاش. طبعا، واضطروا عشان ينقذوا نفسهم من الازمه دي انهم يجددوا لي سنتين. مش ده اللي انت جاي تقوله لي؟ قول لها يا انور، قول لها. ناجي بيه. ايوه قول. للاسف رفضوا يجددوا لك. ايه؟ صباح الخير يا سميحه هاني. صباح الخير يا استاذ انور. هو ناجي بيه لسه نايم ولا ايه؟ دي الساعه بقت 10. نايم؟ ناجي بيه بيصحى كل يوم 6:30 زي ما تعود طول عمره، وبينزل 7:30 عشان يكون هناك 8. هناك فين؟ في الوزارة. الوزارة بتاعتنا؟ لا، الوزارة بتاعته. ايه؟ ما هو فتح وزارة قطاع خاص. مش فاهم. ما انت عارف ان ناجي بيه عنيد. جدا، بس جنب كده بقى هو راجل شريف وقلبه كبير قوي. المهم انهم لما رفضوا يجددوا له راح محول الشقة القديمة بتاعتنا المكتب، الشقة اللي في المالية. عارفها دي، لزق في الوزارة بتاعتنا على طول. وبقى ينزل كل يوم الصبح في نفس الميعاد بتاعه من 40 سنة، ويرجع الظهر في ميعاده برضو. ايوه، بس بيشتغل ايه في الشقة دي؟ فتحها مكتب ايه يعني؟ مش فتحها مكتب، ده فتحها وزارة. بقولك معين فيها ساعي ببدلة صفرة يقوم منطور ويضرب له تعظيم سلام وهو رايح وهو جاي، يشخط فيه وينطر، وساعات يجازيه بلفت نظر او خصم من المرتب. واول امبارح لقى شوية تراب على المكتب اما حوله للتحقيق. ده نفس اللي كان بيحصل من ناجي بيه قبل ما يطلع المعاش. لكن هو بيقعد فيها بيعمل ايه بقى؟ ابدا، بيروح مولع اللمبة الحمراء برا ويقعد يقرا في الجرايد ويشرب قهوه ويتكلم في التليفون. الساعة 2 بالظبط يمضي انصراف ويخرج. نعم، يمضي انصراف ويخرج. وساعات يتأخر عشان زحمة المواصلات برضو، لكن لازم وهو جاي يشتري حاجات للبيت زي ما كان بيعمل، فاكهة، لحمة، خضار. وهو كل يوم رايح فين؟ رايح الوزارة. جاي منين؟ جاي من الوزارة. وما بيروحش المكتب، قصدي الوزارة دي، بعد الظهر؟ لا، بيقول
بيقول لي ان حالة العمل ما تستدعيش لانه بيخلص الشغل كله في الفترة الصباحية. لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش مطمنة للحالة اللي هو فيها دي يا استاذ انور. لا 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 اطمني يا استهانم. اصل اللي بيحصل ده شيء مش طبيعي. بالعكس ده طبيعي جدا بالنسبة لواحد زي ناجي بيه. اللي مش طبيعي ان ما يحصلوش كده. ناجي بيه ده طاقة كبيرة قوي. بيتفجر نشاط وحيوية. التزام واقبال على العمل. ناجي بيه خبرة وعقلية عظيمة. ده علاوة على العلم واللغات اللي بيجدها. هم اللي خسرانين مش هو. انا هروح ازوره بكرة. اهلا 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 يا انور. مشتاقين والله يا ناجي بيه. ها عرفت تجي الوزارة لوحدك؟ ما انا عارف الشقة دي من زمان. شقة؟ يا ترى حد حاشك على باب الوزارة؟ لا ابدا. بس عم عبدو الساعي. قصدك مكتب الامن؟ ايوة يا عم مكتب الامن. مرضيش يدخل ابن اختي اللي كان معايا وحاشه مني برا الاوضه. انا قصدي برا الوزاره. كلام ايه ده؟ هو اسمه ايه؟ اشرف. لحظه واحده. الو يا امن. ايوه يا سعاده البيع. دخل جدع اللي واقف برا الوزاره ده. حاضر يا سعاده البيع. خش يا ولد خش. تعال يا اشرف تعال. صباح الخير يا عمو. اهلا يا ابني شرفت الوزاره. اقعد. متشكر قوي يا عمو. ها طب سنة ايه بقى ان شاء الله؟ في الحمى اللي اسمها الثانوية العامة. حقه هي حمى بعقل. واديني واخده معايا النهاردة عشان هخرج من الوزارة اروح اتفق له على مدرسين. مدرسين خصوص يعني؟ وايه المواد اللي عاوز تقوية فيها يا ابني؟ اهم حاجة يا عمو الانجليزي. ده كلام يا انور. بقى تدور له على مدرس انجليزي وانا موجود. قصدك يعني ان سعادتك يعني؟ ايوه سعادتي اللي هيديله انجليزي. مش معقول. ما يا فندم اصلا اخلص. وادي انور انت بتشك في قدرات ناجي بيه سراج من ناحيه اللغه؟ حاشا لله يا فندم. بس يعني ولا كلمه. وادي اشرف. ايوه يا عم. بكره جيب كتب الانجليزي بتاعتك كلها وتجي لي هنا نبدا اول حصه في الوزاره وبعدين نبقى نتفق على المواعيد اللي بعد كده. متشكر قوي يا عمو. بس انا كده هتعبك. اخلص. يعني يا ناجي بيه مش ممكن لان اللي... اخلص يا امن. انت يا ولد يا امن. ايوه يا سعاده البيه. اتنين طبر هندي هنا. مالوش لزوم يا ناجي بيه. ما بحبوش يا عمو. اخلص مش عايز مناقشة. هتشربوا تمر هندي يعني هتشربوا تمر هندي. برافو برافو. انا مبسوط منك يا اشرف. متشكر يا عمو. وايه في حاجة يا ابني؟ اتكلم. اصل في واحد صاحبي صاحبي قوي وانا كل يوم بشرح له الدرس اللي حضرتك بتدهوني. كويس. بس طبعا ما بعرفش اشرح له زي حضرتك ما بتديني كده الدروس يعني. طبعا مفيش حد يعرف يشرح زيي. فلو سمحت يعني ممكن اجيبه معايا مرة عشان من بكرة. من بكرة يجي معاك. هي مرة واحدة وبعدين يجي معاك على طول. ده يبقى كتير قوي يا عمو. اخلص. من بكرة هعمل حسابه في التمر الهندي الاخر. والواد الجديد مع واد تاني زميله وزميله جاب زميله وزميله جاي وزميله معاه لحد ما بقوا تسعة. وقدرت تدرس الانجليزي للتسعة؟ العيال مذهولين يا سميحة. ما شافوش علم واسلوب جميل في الشرح بالشكل ده. بيقولوا لي لو مدرسين الانجليزي ببلدنا بيدرسوا للطلبة بطريقة حضرتك دي كنا طلعنا الاوائل في الانجليزي على بريطانيا نفسها. بس ده تعب عليك يا ناجي بيه. ولا تعب ولا حاجة. على فكرة ايه تاني؟ الولاد صحتهم مش عجباني. ممقوتين يا عيني وشهم اصفر من كتر المذاكرة. ما هي الثانوية العامة دي تجيب فقر دم. طب وهنعمل لهم ايه؟ اسمعي. العسل الابيض. العسل الابيض ده يديهم طاقة. ناجي. ناجي بيه. ناجي بيه. مش كفاية التمر هندي؟ ولا كلمة. بيطلعي صفيحة العسل العشرة كيلو من المخزن. ايه؟ ولما يجي انور قولي له يجيبها لي على الوزارة. افتح بقك. ارجوك يا انكل ما بحبش العسل. اخلص افتح بقك. انور. ايوه بيه. شوف الواد اللي بيسحب هناك ده وعاوز يهرب. تعالى من هنا. انت هذا اللي تجري هناك. تعالى يا ولد. وراه وراه يا انور. ما هو انتوا هتاخدوا عسل يعني هتاخدوا عسل. تعالى يا ابني هنا. حرمت يا انكل. اخلص افتح بقك. خلاص كله خد معلقه العسل. ايوه ما عتقناش حد يا فندم. نبتدي الحصه بقى. في حد قبل عاوز يقول حاجة؟ أيوة أنا وزملائي عاوزين نشكر حضرتك على كل اللي بتعمله معانا ده علشان ده يعني. العفو يا ابني العفو يا ابني العفو يا ولاد. أنا بعتبركم ولادي وأنا أصلي بصراحة ما عنديش ولاد وفي نفس الوقت حاسس أزمتكم ومشفق عليكم من الشهادة النكد دي. هي نكد بعقل يا فنم. ده ما فيش عيلة في البلد ما عندهاش واحد مقدم في الثانوية العامة وكله أعلى في حالة الطوارئ.
زي ما تكون معركة حربية. شوف يا أنور، هو العيب مش في الشهادة نفسها، العيب في أسلوب تلقين المواد الدراسية وفي أسلوب الامتحان نفسه، كلها أساليب متخلفة وعقيمة. أيوة، ولازم يبحثوا عن طريقة جديدة للتقييم بدل طريقة الامتحان اللي كلها إرهاب دي. طب أنا بقترح إن حضرتك تقابل المسؤولين في الوزارة. اخلصي، أنا مروحش الوزارة قابل حد، هم اللي يجوني، بل عندي وزارة برضو. ما هو ضروري يشوفونا حل، بس إلى أن يجدوا الحل ده لازم تذاكروا وتصموا دروس صم بالطريقة اللي هم عايزينها. آه نصم، لكن نفهم الدروس كمان. العلم يا أولادي هو أساس التقدم والرقي والرخاء، ما تنسوش إن كلها كم سنة وإنتوا اللي حتبقوا مسؤولين عن البلد. إحنا خلاص مع الأسف رايحين، لكن إنتم لسه جايين. أيوة، إحنا هنبقى ماضي وإنتوا هتبقوا المستقبل، إنتوا اللي هتمسكوا كل حاجة ببلدنا دي. ويا ويلي البلد اللي يسيطر عليها مجموعة من الجهلة أو أنصاف المتعلمين. ها مظبوط كلامي ده؟ أيوة هني مظبوط. طب نبتدي بقى، حد قبل له طلبات؟ أيوة، بس خايف تقول علي قليل الزوء ولا تقول يعني. قول يا علي ما تتكسفش، أنا زي والدك. أنا فعلا بعتبرك زي والدي، خصوصا أن والدي وعيلته كلهم عايشين في البلد وما فيش حد هنا خالص يا فندم. في إيه يا علي قول؟ أصل يعني في بعض مواد تانية أنا محتاج توية فيها، ويعني أيوة في بعضنا عاوز دروس في الكيمياء والرياضة والطبيعة، وفي عاوزين جغرافيا وعربي. بس ناجي بيه بيدي إنجليزي بس، ما في عندكم فصول توية في المدارس ومجموعات. أصل الحقيقة يعني المصاريف بتاعت مجموعات التقوية دي، يعني أنا قصدي يعني إن المبلغ اللي والدي بيبعتهولي كل شهر من البلد يا فندم. بس خلاص ما تكملش يا ابني، وأكيد في زملاء كتير لهم نفس ظروفك. طب يا ناجبي احنا في ايدينا ايه نعمله؟ استنوا، انا جات لي فكره. ايه هي يا فندم؟ اذا كان علي يقدر يستغنى عن قروش بسيطه ومعاه كم طالب كمان يدفعوا نفس المبالغ البسيطه دي، نلم احنا المبالغ دي منهم ونديها لمدرس يكون ابن حلال وعنده استعداد يقبل المبلغ ده ويدرس لهم الهبابه الكيمياء دي. ايوه الاستاذ جبران صديقي وممكن يعمل الحكايه دي. ونفس الشيء ممكن نعمله في المواد التانيه يا اولاد. ها ايه رايكم؟ يا ريت. شكرين قوي يا فندم والله، فكره هايله. اخلص. انا عارفه احنا مالنا ومال الغلب ده. امال انا اقول ايه يا سميحه هانم؟ انا خلاص ما بقاش اروح الشغل خالص، وتفرغت لوزاره ناجي بيه. وانت ذنبك ايه؟ ما اقدرش اتخلى عنه ابدا. طب وشغلك ووظيفتك؟ انا هاخد اجازه بدون مرتب. ها جاهزين؟ ها ايوه بيه، ادي قدره العسل وادي اذان التمر هندي. يلا بينا. ده احنا استهلكنا لحد دلوقتي يجي منحى العسل ومزرعه تمر هندي. طب واخرتها؟ لا خلاص في تغيير هيحصل بعد كده الحمد لله. اصلي لاحظت ان في ولاد كتير بياخدوا دروس الصبح وبعد الظهر عندي في الوزاره وما عندهمش وقت يروحوا يتغدوا ويرجعوا، فهطبق هناك نظام تغذيه. ايه؟ من بكره هتعملي لهم سندوتشات. ناجي بيه ولا كلمه. ورايا انور. وراك يا بيه. ها كلهم شربوا تمر هندي؟ ما عدا اتنين، فكتبت لك اساميهم في كشف العقاب اهم. وخدوا معلقه العسل؟ ايوه. انور بقى يكتفهم لي وانا ازغطهم. وكلوا سندوتشات؟ بس برضو البنت اللي اسمها عواطف دي مصممه ما تاكلش، بتتكسف يا عيني. دي مسلوعه وشها ممصوص خالص، البنت دي عندها سوء تغذيه. ما انا حطيت لها سندوتشات في شنطتها. كان واجب تخليها تاكلهم قدامك. لا، ما انا عرفت انها بتحوشهم للبيت عشان تديهم لامها واخواتها. ايه؟ اصلهم غلابه قوي. حول ولا قوه الا بالله. على العموم انا اديتها بسكوته بالشوكولاته وغصبت عليها تاكلها علشان تقدر تصلب طولها. برافو عليك يا سميحه، لازم نعوض لهم السكر اللي بيحرقوه في المجهود اللي بيعملوه بشهاده تحرق الدم. يا خبر، ايه الحصه خلصت، اما اضرب الجرس بقى. ايه يا عمر؟ حصص مين دلوقتي؟ فصل اول عربي الاستاذ مأمون، فصل تاني فرنساوي ميس جوليا، فصل تالت كيمياء الاستاذ ريس. الاوض مش مكفيه يا انور، والعيال فوق بعضهم في الفصول، لازم نعمل فصل رابع. طب وهنعمله فين ده يا فندم؟ هنا في الاوضه دي. بس ده مكتبك يا فندم. مش عاوزه، من بكره تقلبه فصل. ده انت الاداره، هتقعد فين؟ في الحمام. يا سلام، مثال التضحيه والبذل. امرك يا فندم. على فكره اخلص. قصدي ها. ايوه يا فندم، انا النهارده الصبح عملت اجتماع لهيئه التدريس. ليه؟ قلت لهم لا يخفى عليكم ان الوزاره دي اربع اوض وعفشه ميه محطوطه كلها تحت امركم بدون مقابل. هيئه الوزاره المكونه من ناجي بيه
وسميحة هانم وأنا العبد الله بنعمل بدون مقابل، وكل ده ليه؟ عشان نوفر المكان الملائم والهدوء والنظام المطلوبين لتحصيل الطلبة للعلوم. لكن انتوا كمان لازم تساهموا بنصيب في سبيل أولادنا دول. ايه؟ نصيب ايه يا أنور؟ 5%، اتفقنا على أن كل مدرس فيهم يتنازل لنا عن 5% من أجرته. انت جننت يا ولد؟ ما هم موافقين يا فندم. ولو انت ازاي تسمح لنفسك انك تعمل حاجة زي كده وبدون ما تاخد رأيي كمان؟ مفيش ولا مليم هيتخصم من المدرسين، وانا ارفض اننا نشارك في اقتسام فلوس الطلبه الغلابه دول. ومين قال اننا هنشاركهم فيها؟ دي هتقول عليهم برضو. مش فاهم يا سعاده البيه. مطلوب نماذج واجهزه عشان دروس الاحياء والكيمياء، مطلوب صبوره وكراريس وطباشير، مطلوب مراجع وكتب وكراريس ووسائل تعليميه، والحصيله بتاعت ال 5% دي هتنفع قوي. يعني انت قصدك ان الفلوس دي؟ امال ايه يا لاجي بيه؟ ده غير المساعدات الماديه اللي ممكن نقدمها للطلبه. ده في طلبه ما عندهمش يدفعوا رسوم الامتحان يا فندم. ده اتضح ان في طلبه بيتاخروا على الحصص عشان ما بيقدروش يدفعوا اجره التاكسي بالنفر وبيستنوا الاتوبيس. يا سلام، اهو كده، اهو ده انور كمال اللي انا مربيه. وادي انور. ايوه بالحضن يا ولا. سميحة، سميحة، اصحي يا سميحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا ناجي؟ ناجي بيه، ناجي بيه. مالك يا ناجي بيه؟ مش جاي لي نوم. ليه؟ الحكاية مش نافعة كده. حكايتي ايه؟ مش حرام علينا الطلبة اللي جايين عايزين دروس ونرجعهم كل يوم دول؟ مفيش مكان ليهم، الوزارة اتملت على الآخر. لا لا، العيال دول لو سقطوا حيبقى ذنبهم في رقبتنا. مش هسامح نفسي ابدا. طب طيب نام بس، والصباح رباح. مش هنام. طب سيبني انا انام شويه، ده انا طول النهار شايله في الوزاره. مش هتنامي. يوه، اصل انا جات لي فكره وعاوز اخد رايك فيها. فكره هايله، تصبح على خير بقى. قومي. ايه في ايه؟ هنأجر مسرح المعلم خفاجه. ها كتبت جدول الحصص؟ ايوه، ولزقته على الحامل اللي في مدخل المسرح على طول. وسميحة عاملة ايه؟ قاعدة في شباك التذاكر. بص شايف الطلبة قد ايه؟ حق حاجة تفرح بصحيح. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بوليس، ده بوليس. ايه العبارة؟ في ايه يا حظابط؟ امر اغلاق. ايه؟ ما تتكلم يا معلم خفاجي. ابي انا كنت فاكر انهم عازمين 6-7 تلاميذ بالكتير، معرفش انهم هيجيبوا بالمئات كده. الله، انت هتحط قر. التجمعات دي لازم لها تصريح من الامن. اروح اطلع التصريح ده فورا. يا سلام، شوف في يومين بس قدرنا نفيد كام طالب وطالبة. ما تعدش الافات. ايه ده؟ ايه ده؟ بوليس تاني؟ يا ساتر يا رب. في ايه يا حظابط؟ امر اغلاق تاني. ادارة مكافحة التهرب من الضرائب. ايوه، مدام فيه مسرح مفتوح وفيه جمهور بيخش، يبقى لازم صاحب المسرح يخطر ضريبة الملاهي ويختم منها التذاكر. انت مش صاحب مسرح يا معلم خفاجي وعارف الاجراءات دي؟ قلت لهم كده يا بيه، قالوا لي مفيش تذاكر. ايوه، ما هي دي مش تذاكر، دي ورقه صغيره انا بديها لكل تلميذ عشان يقعد في الكرسي بتاعه في الحصه اللي هو عاوزها. انتوا مش بتاخدوا فلوس؟ حاجه رمزيه بس. شيلن شيلن، انت عارف فاضل قد ايه على الامتحان؟ هدي نفسك بس يا حضره، اصله وضع غريب شويه ومحتاج تكييف قانوني. مش معقول ابدا كده. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه بره؟ الطلبه واولياء الامور عاوزينكم تفتحوا المسرح. الاولاد هيضيعوا كده، حرام عليكم. طيب خلاص خلاص، انا عندي ولاد برضو في الحوسه اللي اسمها الثانويه العامه دي، انا هشكل لجنه. وبينما تقوم اللجنه ببحث هذه المشكله لتقرير ما ينبغي عمله، فقد تفضل مسؤول وزاره الخزانه ووافق على اعاده فتح ذلك المسرح الدراسي تقديرا منه لظروف الطلبه في هذه الايام، على الا يحول ذلك دون اتخاذ الاجراءات الضريبيه العادله تجاه إدارة ذلك المسرح حتى لا يضيع حق الدولة. كمل. وقد قوبل هذا الخبر بفرحة عارمة لدى الطلبة والأهالي، وما إن أزيلت الأختام وفتح المسرح أبوابه حتى ازداد الإقبال عليه بدرجة فاقت كل تصور، كما هو واضح بالصورة. وريني. تفضل بي.
والسؤال المطروح هو أين وزارة التعليم؟ لهم حق، يبقى لازم نرد يا فندم. نرد نقول إيه؟ ده الراجل اللي اسمه ناجي ده فاتح مدرسة خاصة بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا ما دام محدش بيقول له انت فين، ابعت هات لي مدير التربية والتعليم بتاع المنطقة دي. حاضر يا فندم. لا يا سعادة البي، انا مش نايم على وداني. لا نايم وبتشخر كمان، لو كنت مفتح عينيك كنت عرفت ايه اللي بيدور في المنطقة بتاعتك. يا فندم انا بعت سر موظفين من الادارة التعليمية عندي عشان يتقصوا الحقائق ويتأكدوا اذا كان اللي موجود ده مجرد مسرح ولا مدرسة خاصة في شكل مسرح للتمويه. وقالوا لك ايه؟ لسه التقرير بتاعهم مجاليش. لما نشوف. الحمد لله الدروس ماشية اخر جمال والنظام والهدوء مستتب. لا والطلبة والطالبات حاطين كل همهم في الدراسة والتحصيل. ربنا يوفقهم كلهم وينجحهم يا رب. ده انت لو شفت الأمهات اللي قاعدوا يدعوا لك يا ناجي بيه هتستغرب. ربنا ما يديمك أبدا يا ناجي بيه، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة، ربنا ما يوقعك في ضيقة يا رب، ربنا يخلي لك الست سميحة ويدي لك على قد نيتها. هو في الحقيقة نعم بقى كانوا بيقولوا ربنا خلك سميح وهتيلك على قد نيتها. لا لكن كانت على لسانهم يعني. على العموم الست سميحة نيتها طيبة فعلا، دي عندها مشروع كويس قوي للأولاد. خير، بقى جزء من الخميرة اللي عندنا نعمل تغذية للأولاد. سندوتشات تاني؟ لا حاجة ترم جتتهم بقى، أطباق سريعة كده في الفرن، مكرونة باللحمة، فراخ مشوية، خضار سوتيه، لسان عصفور. أما حتة فكرة يا سميحة. يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه ايه في ايه؟ امر اغلاق. ما تهمل بقى يا فندم، دي مش مدرسه خاصه، دي ممكن نسميها مجموعات فصول تقويه لكن بعيده كل البعد عن كونها تبقى مدرسه. يا استاذ ليها مكان ومبنى محدد، لها مدرسين دائمين وجدول حصص منتظم، وبالتالي تخضع للوائح اللي بتخضع لها المدارس الخاصه. ازاي بس؟ دي عمليه موسميه فقط، يعني ملهاش صفة الدوام. ثانيا ما فيهاش طلبة مقيدين في سجلات. ثالثا ما فيهاش مدرسين معينين ولهم ملفات. ما فيش فصول أو حجرات، ما فيش سعاه وفراشين، والأهم من ده كله ما فيهاش جرس. تبقى مدرسة منين بقى؟ يا هانم أنا بنفذ أوامر الوزارة. وهو معقول إن وزارة التعليم تقفل مكان للتعليم؟ إذا كان قيام المكان نفسه مبني على باطل يبقى كل ما ينتج عنه باطل، ولازما نقفله من ده بالأسلم والأحوط. يا حضر، ده مكان بيخدم الطلبة ودي مهمتنا كلنا في الوقت ده. وأولنا سيادتك، وسيادتك موجود هنا عشان تكون في خدمة مين؟ في خدمة السيد وكيل الوزارة. طب سيبوني عليه بقى. ناجي ناجي بقى انتوا الأخرى. واللي يغيظ يا فندم ان الجرايد كاتبه الحكايه تحت منشط كبير بيقول ان وزاره التعليم تغلق دارا للتعليم. انا مش فاهم بتوع الصحافه دول عايزين ايه بالظبط. المكان مفتوح يهاجمونا، مقفول يهاجمونا. بس المبررات اللي بيقولوها في اهميه فتحه ممكن تستفز الاهالي والراي العام ضدنا. ابعت هات لي مدير الاداره التعليميه دين. حاضر. يا فندم انا استصدرت امري بغلقه بناء على تعليمات سعادتك. نعم يا اخويا، انت هتحط على لساني كلام ما قلتوش؟ انا قلتلك فتح عينيك بس، لكن معقول وزارة التعليم تقفل مكان للتعليم؟ دي يا فندي ممكن يحصل فيها استجواب في مجلس الشعب. اتفضل امر بفتح المسرح ده وانا هشجل لجنة عليا من عندي تبحث وضعه. احنا لجنة وزارة التعليم اللي جاية تبحث المشكلة بتاعت سيادتك. اهلا وسهلا، تشربوا ايه؟ يا خبر يا خبر، جرس متقطع. يلا يا اخوانا يلا يا اخوانا، كله خبي كراسي وكتب، انزل على المسرح استاذ جبران.